هنعمل النهاردة أبيتايزر حلو جداً اسمه Loaded Potato Skins. الفكرة كلها إن إحنا هناخد البطاطساية دي نحطها في الفرن وبعد كده نطلع قلبها ونمكست مع شوية حاجات حلوة كده ونرجعها تاني ونحط عليها بيكن وجبنة وهيبقى طعمها خطير، هتبقى تحفة على أي ترابيزة كسايد تيبل أو لو عاملين كذا واحدة ممكن تبقى مين كورس أز ويل. أول حاجة هنجيب فويل ونقطعه لحتتين، مش مشكلة شكلها خالص. هنحط فيه البطاطساية ونحط عليها شوية زيت وشوية ملح، ده هيخلي ان السكن او الطبقة الخارجية بتاعة البطاطس كريسبي بعد ما تطلع من الفرن. نرش كويس عشان نتأكد ان البطاطساية كلها اتغطت بالزيت والملح عشان احنا عايزين السكن اللي برا دي تبقى كريسبي جدا لما تطلع من الفرن. هنلفها كويس وبعد كده هنحطهم في تري وهنحطهم في الفرن على درجة حرارة 180 على حسب برضو الفرن بتاعكو حامي ولا عادي لمدة نص ساعة. المهم ان القلب بتاعها يكون طري بس السكن اللي بره تكون جامدة، احنا مش عايزينها تبقى مهروسة عشان لما نيجي نشيل القلب الطبقة اللي بره ما تتخرمش او ما تتكسرش لان هو ده اساس الطبق بتاعنا. كده طلعتها هي قعدت نص ساعة في الفرن، اختبرتها في النص بان انا حطيت شوكة لقيتها طرية لكن في نفس الوقت مش مهروسة. نجيبها كده بالجنب ونقطعها بالطول عشان احنا عايزينها تبقى واسعة. هنجيب بتاعة الايس كريم الصغيرة عشان احنا عايزين نشيل القلب بس احنا مش عايزين نشيل كله، يعني احنا عايزين كده زي ما نعمل حفرة كده بس مش للاخر عشان عايزين السايدز تفضل موجودة، هي دي اللي هتعمل اكنها طبق من البطاطس للميكس اللي احنا هنحطه بعد كده فيه. هدهنهم بشوية بس زيت كده عشان يبقوا كريسبي من جوه قبل ما ادخلهم الفرن عبال ما احضر كل الخليط، هيدخل حوالي 10 دقايق لغايه ما البطاطس تطلع من الفرن. هنحضر الخليط بتاعنا، حطينا هنا قلب البطاطس وبعد كده هنحط عليه جبنه كريمي وقشطه حمضيه او الساور كريم، بصل اخضر، جبنه مبشوره، وهنحمر بيف بيكن ونزوده عليه ونخلط ده كله من حيث اول ما يطلع البطاطس نحشيها بيها ونحط عليها بقى بقية الحبشتكنات بتاعتي. على البطاطس هنحط جبنة كريمي، على البطاطس هنحط جبنة كريمي، شوية من الساور كريم او القشطة الحمضية، مش عايزة احطها كلها لان انا هحط شوية على الوش، هحط شوية من الجبنة المبشورة وبرضو هنحط نصهم مش كلهم، وبعد كده هنحط شوية من البصل الأخضر ونميكس كويس ونروح عشان نحمر البيف بيكن. لو حسيتوا ان هو محتاج ملح وفلفل زودوا شوية، لو حسيتوا ان الجبنة مدياه الطعم الملح الكفاية خلاص مش محتاجين نزود حاجة. في طاسة هنحط شوية زيت بس قليلين لان البيكن اوريدي فيه فات انف ان هو يتحمر، وهننزل البيكن عشان يتحمر في الزيت. انا بحب البيكن الكتير فهنزودهم، ممكن تقطعوهم لأصغر من كده بس انا بحب الحجم ده. البيكن استوى، هنطلعه بس على كليناكس عشان ينزل الزيت الزيادة بتاعه وبعد كده هنخلطه ببقية الخليط وهنسيب شوية للتزيين. هننزل بقى شوية من البيكن الخليط بتاعنا وهنسيب شوية زي ما قلنا للتزيين ونخلط كويس، وآي ثينك ان البطاطس خلاص استوت. هنرجع بقى نحشي البطاطس بالحشوة اللي احنا وضبناها كده. يا جماعة البتاعة دي طعمها رهيب، نتأكد ان احنا حشينا البطاطساية كلها بالحشوة اللي احنا وضبناها، مش مشكلة لو كانت قبة شوية لفوق عادي.
نرش بقى على الوش شوية من الجبنة. بعد كده ندخل البطاطس المايكرويف لمدة 5 ثواني بس، الجبنة دي تسيح ونكمل تزيين. طلع من المايكرويف والجبنة ساحت، نكمل بقى بقية التحابيش اللي فوقيه. نحط بقى عليه كده شوية بيكن، عليهم بقى شوية ساور كريم، اخر حاجة هنرشها بشوية بصل اخضر. وبس كده عملنا احلى واسهل لودد بوتيتو سكينز. ممكن تنفع كابيتايزر، ممكن تنفع كمين ديش، مليانة كده حاجات حلوة وعليها جبنة سايحة وبيكن، تحفة. جربوها وانا متأكدة انها هتعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.